كشفت السفارة الأمريكية في بغداد عن حجم المساعدات المقدمة للعراق، وقالت في بيان لها أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رحبت بالمساهمة الجديدة البالغة أكثر من 41 مليون دولار والمقدمة من الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى دعم خطط الاستجابة الخاصة بالنازحين فضلا على خطة الاستجابة لوباء كورونا. وأكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ستيف فاجن إن حكومته مخلصة في العمل مع الحكومة العراقية الجديدة وحكومة إقليم كردستان لضمان ازدهار جميع مكونات المجتمع العراقي.